جبت لكم اقوى ماسك تفتيح وترطيب ونضارة من اول استخدام يا بنات. الماسك خطير وهيفرق معاكم جدا جدا، ماسك ناعم حلو جدا، مكوناته بسيطة وهيفرق معاكم جدا جدا. ماسك جميل جدا يا بنات ويستاهل تجربوه من اول استخدام، هيبان الفرق وهيرطب بشرتك وهيفتحها كتير جدا. لو انت بشرتك غامقة، لو عندك اسمرار حوالي الفم، لو عندك غمقان وعندك هالات سوداء، لو عندك تسبغات في بشرتك، فتعالي الماسك ده علشانك وهيفرق معاكي جدا. ماسك ناعم وجميل جدا يا بنات وهيفرق معاكم، مكوناته بسيطة ومفيدة جدا جدا. تعالوا نشوف عملنا الماسك بتاعنا ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي انا ايمان وقناتي ايمي التميمي، واتمنى تشرفوني وتنوروني. تعالوا نشوف الماسك بتاعنا وتعالوا نشوف هنعمله ازاي. الوصفة اللي هتخلصك من السمار والغمقان السريع على العيد كده، هتبقي زي الشمعة المنورة سريعا كده يا بنات. اول حاجة معانا هنجيب معلقة واحدة من الزبادي، معلقة من الزبادي، الزبادي السادة بتاعنا العادي خالص اهو، معلقة من الزبادي، عليهم معلقة كبيرة من النشا اهي، المقادير متساوية يا بنات تمام. وهنقلب كويس جدا. الماسك ده ماسك خطير، يعني لو مستعجلة وعايزة تفتحي بشرتك بسرعة اعملي الماسك ده، حقيقي خطير، هيوفر عليك كتير جدا جدا. النشا طبعا معروف بفوائده الخطيرة اللي بتخلصنا من الزيوت الزيادة اللي في بشرتنا، وكمان بيحافظ على ترطيب ونعومة البشرة، غير انه كمان بيمتص الزيوت الزيادة، بيرطب البشرة، بيفتح البشرة، بيخلصنا من الهالات السوداء. فاحنا مش عايزين يعني احسن من كده، حاجة تحفة. انا دايما من الناس اللي بحب دايما استخدم النشا في كل وصفات التفتيح، والزبادي طبعا خطير في التفتيح والترطيب والنضارة. الناس اللي بشرتها مرهقة، طبعا كلنا كنا بنسهر في رمضان وتعبانين عايزين ندخل على العيد كده ببشرة صافية ورايقة، تعالي نعمل الماسك ده مع بعض، صدقيني خطير وهيجيب معاكي نتيجة من اول استعمال تمام يا بنات. هنجيب حاجة تانية مهمة معانا ولازم تحطيها، ده بصوا تعقيم بقى وتفتيح وترطيب ونضارة ما حصلتش معانا، الخل الابيض. هنحط حوالي، مش هنحط كتير، هنحط حوالي نص معلقة صغيرة من الخل الابيض زي ما انتوا شايفين كده تمام كده. وهنقلب كويس جدا، لازم ندخل كل المكونات في بعضها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، عايزين القوام بتاعنا يبقى ناعم جدا. شايفين عامل ازاي؟ حاجة كده يعني حاجة تحفة، جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله بإذن الله هتدعولي على الوصفة الخطيرة دي. شايفين بقى القوام بتاعه والملمس خطير تمام يا بنات. يبقى معانا ايه؟ معانا معلقة من الزبادي السادة بتاعنا العادي خالص، ومعانا معلقة من النشا، ومعانا شوية من الخل الابيض بتاعنا العادي. الاضافة الاخيرة بتاعتنا هي زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو. وزي ما قلت لكم يا بنات انا بشتري الزيوت بتاعتي سايبة، مش بشتريها ازايز يعني تمام. انت عايزة اي نوع زيت روحي العطار كده قولي له عايزة ب10 جنيه ب5 جنيه هيجيب لك زي ما انت عايزة تمام. وهننزل بشوية من زيت اللوز الحلو زي ما انتم شايفين كده، حوالي نص معلقة صغيرة، وهنقلب كويس جدا. انت كده عملت ماسك خطير، خطير بمعنى خطير حقيقي، هيديكي نتيجة فورية من اول استخدام، هتلاقي فيه فرق رهيب رهيب يا بنات، حلو قوي قوي قوي. لازم عشان تعملي الماسك بتاعك ده، احنا كده خلاص خلصنا الماسك بتاعنا وخلصنا كل المكونات بتاعتنا، وانا بحب اكون سريعة في وصفاتي، كلكم عارفين الكلام ده. انا مش بحب اطول واعمل حوارات وحكايات، مع ان على فكرة واللي ما يعرفوش كتير من المشاهدين ان الوقت والساعات بتفرق معانا جدا جدا كأصحاب قنوات، بس الحقيقة انا ما بحبش ازهق حد وما بحبش اعرف حد على ما يوصل للمعلومة اللي هو عايزها، فانا كده تمام جدا ربنا بيراضي والله. الماسك بتاعنا كده تمام. علشان تعملي اي ماسك طبيعي لازم تهيئي بشرتك للماسك، بمعنى هتغسلي بشرتك كويس جدا بمية فترة، مش مية سخنة خالص
وابدا ما تستخدميش ميه سخنه على بشرتك، حاولي بقدر الامكان ما تستخدميش ميه سخنه خالص على بشرتك، خليها دايما ميه فاتره، وده هيفرق معاكي جدا. الناس اللي بتعاني من جفاف البشره دايما بلاش ميه سخنه ابدا ابدا. تمام، هتغسلي وشك بميه فاتره كويس جدا، ولو تقدري تعملي سكراب طبعا هيكون افضل وافضل. عايزين نهيئ البشره وتستعد انها تمتص الماسك وتستفيد بيه. هتبتدي توزعي الماسك ده على بشرتك. الماسك ناعم، شايفين عامل ازاي؟ ناعم جدا وجميل خالص ما شاء الله، المكونات اللي فيه كلها مفيده. الماسك بتاعك هتستخدميه على وشك مش اقل من مرتين في الاسبوع، وهتسيبيه على وشك من 15 لـ20 دقيقة، ولو اكتر طبعا مفيش اي مشكلة. وبعدين هتغسليه بمية فترة وهتشوفي الفرق، صدقيني هتنبهري من الجمال. ماسك خطير وحلو قوي ومفيد، واتمنى لو استفدتي والماسك عجبك تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي انا ايمان وقناتي ايم التميمي. واتمنى تشرفيني وتنوريني. كل عام وحضراتكم بخير، ينعاد عليكم بالخير يا رب، وانتم محققين كل امانيكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.